السلام عليكم. وصلنا إلى ما يسمى بالفراجمنتيشن، اللي هو التجزئة أو التقسيم في الذاكرة، أو هو باختصار ما يسمى بالليفت أوفر، هي الفجوات المتبقية من عمليات التخصيص السابقة. الفراجمنتيشن في الذاكرة عادة يكون من نوعين، أكو عندنا الاكسترنال فراجمنتيشن والانترنال فراجمنتيشن، اللي هو الفجوات الخارجية والفجوات الداخلية. الفجوات الخارجية أو الاكسترنال فراجمنتيشن يحصل لدينا إذا كانت التوتال ميموري سبيس اكزيستس تو ساتيسفاي ريكوست بات ات از نوت كونتيجيوس. يعني إذا كان لدينا ذاكرة فارغة، يعني الذاكرة الفارغة المتوفرة هي كافية أنه تقوم بإجابة الطلبات القادمة من العمليات، إلا أنه هي غير متسلسلة. يعني إذا كان لدينا عندنا 5 كيلو بايت هنا فارغة، وهنا 10، وهنا 20، وهنا 50، مجموعهم هو يساوي الحجم الكلي للعملية الواصلة، ولكنه لأنه هي مقسمة أو مفرقة في داخل الذاكرة، فبالتالي راح يكون يعني لن يتم تخصيصها إلى العملية الواصلة، فبسبب ما يسمى بالإكسترنال فراجمنتيشن، اللي هو الفجوات الموجودة ما بين العمليات السابقة، رغم أنها هي كافية يعني للإيفاء بمتطلبات العملية الحديثة الواصلة، إلا أنها لن يتم تخصيصها لأنه هي fragmented، لأنه هي غير متسلسلة أو غير متسلسلة. الانترنال fragmentation هو الفجوات التي تحصل في داخل العملية الواحدة، يعني الذاكرة المخصصة may be slightly larger than the requested memory. يعني إذا كان لدينا فجوة حجمها 50 مثلا، وقمنا بتخصيص 30 من أتها مثلا إلى عملية معينة، فالمتبقي قد يكون هذا أيضا يعني حاليا مخصص هو للعملية، ولكنه يعني يبقى مخصص للعملية، هو غير مستغل ولا يمكن استغلاله للعمليات الأخرى، فبالتالي هذا نسميه internal fragmentation، اللي هو التجزئة أو التقطيع الموجود في داخل العمليات. This size difference is memory internal to a partition but not being used. هذا الفرق في الحجم ما بين 50 و30 مثلا اللي تحدثنا عنها، هو موجود في الذاكرة ولكنه لا يمكن استخدامه من قبل بقية العمليات. فالفيرست فيت analysis reveals that the given N block allocated 0.5 N blocks lost to fragmentation. بالنسبة للفيرست فيت، بعد أن قاموا بالكثير من عمليات التحليل، وجدوا بأنه حتى إذا كان لدينا N من البلوكات، أغلب الأحيان يكون هناك نصف عدد البلوكات هي ضائعة بالنسبة للفراجمنتيشن، يعني لا يمكن استخدامها بسبب الفراجمنتيشن، وبالتالي أصبحت لدينا فت قاعدة معينة أنه ثلث may be unusable أو 50% rule. يعني عادة إذا كان لدينا N من البلوكات في الذاكرة، فما بين الثلث والنصف هي تكون غير مستخدمة بسبب الفراجمنتيشن أو بسبب هذه التقسيمات. Reduce external fragmentation. كيف نستطيع التقليل من external fragmentation؟ عن طريق الكومباكشن، أو اللي هو ضغط الملفات. نقوم بعملية شفل، اللي هو يعني جمع أو لم لكل مكونات الذاكرة ووضعها في مكان واحد فارغ، وبالتالي all the free memory space will be together in a large block. يعني عادة في أنظمة التشغيل القديمة، يعني الويندوز أتذكر، يعني كان لدينا ما يسمى بالديفراجمنتيشن. الديفراجمنتيشن هو في شيء مشابه لهذا الشيء اللي هو الكومباكشن، أنه تقوم بجمع كل مكونات الذاكرة في بدايتها، بالتالي راح يكون عندك فد بلوك كبير جدا من الذاكرة الفارغة، والتي يمكن استخدامها لكل العمليات الواصلة حديثا. الكومباكشن is possible only if relocation is dynamic. هذا طبعا يكون هو يعني ممكن فقط إذا كانت عملية الريلوكيشن، إعادة التموضع، هي ديناميكية وتحصل أثناء الاكسكيوشن تايم. في حالات أخرى تكون هي غير ديناميكية، تكون ستاتيك ولا تحصل فيها زمن الاكسكيوشن تايم، فبالتالي الكومباكشن يكون غير متاح. مشاكل الانبوت اوتبوت الموجودة أيضا، يعني واللي تسبب لنا الفراجمنتيشن، هو اللاتش جوب ان ميموري while it is involved in input output. هناك بعض المهمات التي تكون في داخل الذاكرة، ولكنه في نفس الوقت هي منتظرة لعملية إدخال وإخراج، فهذه يعني ستبقى في حالة fragmentation، لا يمكن أن يعني نقوم بحلها بهذه الطريقة، طريقة compaction. Do input output only into OS buffers. بعض الأحيان الكثير من أجهزة الإدخال والإخراج تقوم بعمليات الإدخال والإخراج فقط إلى البفرات الخاصة بنظام التشغيل، فهذا أيضا راح تكون في حالة fragmentation، ولن يكون compaction هو حل مناسب لها. Now consider that the packing store has the same fragmentation problem. الآن إذا افترضنا أنه الباكينج ستور أيضا فيها نفس مشكلة الفراجمنتيشن، هذه الأمور راح طبعا تكون صعبة جدا ويعني معقدة بشكل أكثر. الآن واحدة من الخوارزميات أو الطرق الرئيسية لإدارة الذاكرة هي ما تسمى بالسيجمنتيشن، اللي هو التقطيع، اللي هو تقطيع الذاكرة. هي أيضا مثل ما ذكرنا هي عبارة عن ميموري مانجمنت سكيم، طريقة لإدارة الذاكرة، والتي تدعم اليوزر سبورت أوف ميموري، تدعم أو اليوزر view of memory، تدعم وجهة نظر المستخدم عن الذاكرة. حاليا نحن عندما ننظر إلى الذاكرة أو نفكر بالذاكرة، نعتقد أنه هي عبارة عن بلوكات من الأشياء معينة. The program is a collection of segments، يعني البرنامج هو عبارة عن مجموعة من القطع، واللي هو هذا الشيء الطبيعي اللي احنا نقوم ببرمجته. يعني السيجمنت هي عبارة عن logical
يونت مثل البرنامج الرئيسي بروسيجر فانكشن ميثود اوبجكت لوكال فاريبلز جلوبال فاريبلز كومن بلوك ستاك الريز او غيرها من الامور الاخرى. فهذه هي وجهة النظر المستخدمين للبرامج في الذاكرة. هذه وجهة النظر هي نفسها التي تقوم عملية السيجمنتيشن بدعمها من خلال تحويل الذاكرة الرئيسية أو اللوجيكال أدرس سبيس إلى قطع معينة يعني تشبه إلى حد كبير الشيء الذي يفكر به المستخدم. يعني عندما نقوم بكتابة برنامج معين نعرف أن هناك البرنامج الرئيسي وهناك فانكشنز معينة سبروتين ستاك فاريبلز وغيرها من الأمور الأخرى. هنا ايضا طبعا اليوزر سبيس الشيء الذي يعني يعتقده المستخدم هو يقوم يتم تحويله الى الفيزيكال ميموري سبيس من خلال هذه الامور. يعني ايضا من خلال التخصيص المتسلسل للذاكره مع وجود هولز او فجوات غير مستخدمه. هنا بالسيجمنتيشن اركيتكتشر او معماريه السيجمنتيشن يتم تقسيم الادرس سبيس او اللوجيكال ادرس سبيس الى تو تابل اللي هو يعني قطعتين من البيانات. الجزء الاول نسميه سيجمنت نمبر والجزء الثاني نسميه الاوفست. السيجمنت نمبر هو يعني يعني رقم القطعه في داخل الذاكره الرئيسيه، والاوفست هو تسلسل او البعد ما بين البيانات التي نبحث عنها عن بدايه هذه السيجمنت. يعني كل سيجمنت يتكون لها عنوان معين وتكون مثلا اف 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 0 مثلا. هذا هو عنوان بدايه السيجمنت، ولكن عاده نحن نبحث عن فد بيانه معينه قد تكون هي حجمها 2 بايتس 4 بايتس 6 8 بايتس مثلا. فبعد هذه البيانات عن بداية السيجمنت هو نسميه الأوفسيت أو الديسبليسمنت اللي هو البعد ما بين البيانات المطلوبة يعني مكانها عن بداية السيجمنت. هنا أيضا راح نستخدم ما يسمى بالسيجمنت تيبل والذي هو عبارة عن يعني مابس تو دايمنشنال فيزيكال سبيس أدرسز، يقوم بتحويل اللوجيكال أدرسز إلى فيزيكال أدرسز اللي هي تو دايمنشنال يعني مثل ما ذكرنا. وأيضا يحتوي على البيس والليمت. البيس مثل معناه الأصلي يحتوي على ستارتنج فيزيكال أدرس وير ذا سيجمنت ريسايدز إن ذا ميموري، يحتوي على عنوان بداية الذاكرة العنوان الفيزيائي لبداية السيجمنت في الذاكرة الرئيسية، والليمت يحتوي على طول هذه السيجمنت. وأيضا لدينا يعني ريجسترز اللي هن السيجمنت تيبل بيس ريجستر والسيجمنت تيبل لينث ريجستر. أيضا السيجمنت تيبل بيس ريجستر هو يشير إلى هذا الريجستر أو المسجل في المعالج يشير إلى السيجمنت تيبل لوكيشن إن ذا ميموري، يشير إلى موقع هذا السيجمنت تيبل. والسيجمنت تيبل لينث ريجستر indicates the number of segments used by the program، يحدد عدد القطع او السيجمنتس المستخدمه من هذا من قبل هذا البرنامج. وعاده بشكل طبيعي السيجمنت نمبر الاس ليجل يعني تعتبر هي صحيحه وحقيقيه اذا كانت اصغر من السيجمنت تيبل لينث ريجستر. طبعا البروتكشن هنا حمايه الذاكره المستخدمه في داخل السيجمنتيشن with each entry in segment table يعني مع كل حقل من حقول السيجمنت تيبل او جدول القطع هناك ما يسمى بالفاليديشن بيت اللي هو يكون صفر اذا كانت لدينا الليجال ستيتمنت، وطبعا يكون واحد اذا كانت لدينا الليجال ستيتمنت. هناك ايضا ما يسمى بالريد رايت اكسكيوت بريفليجز اللي هي امتيازات القراءه والكتابه والتنفيذ، وهذا ايضا طبعا يتم منحها فقط للمستخدمين اعتمادا على يعني كونهم هل هو ادمن او هل هو يعني مجرد اديتر، هل هو يمتلك الريد اونلي رايتس وغيرها. البروتكشن بيتس اسوشيتد وذ سيجمنتس كود شيرنج اوكيورز ات ذا سيجمنت ليفل. بالتات الخاصه بالبروتكشن او الحمايه المخصصه لكل قطعه تكون موجوده، وكذلك الكود شيرنج يعني مشاركه الكودات تكون موجوده دائما على مستوى السيجمنت الواحده. يعني هو البرنامج الواحد او البروسيس الواحده يتم تقسيمها الى عده قطع وتكون الحمايه على مستوى القطعه الواحده. يعني قد تكون هناك قطعه هي ريد رايت اكسكيوت لمستخدم معين، في حين تكون هناك قطعه ثانيه من نفس البرنامج هي فقط ريد اونلي لمستخدم اخر اعتمادا على نوع هذه القطعه، ولهذا طبعا راح يوفر لنا بروتكشن اضافيه لهذه العمليات. Since the segments vary in length, memory allocation is a dynamic storage allocation problem. لما كانت القطع هي عباره عن يعني اجزاء من الذاكره متغيره الحجم ممكن تكون صغيره او كبيره، فان عمليه تخصيص الذاكره هنا راح تكون هي نفسها هي الدايناميك ستورج الوكيشن بروبلم اللي هي مثل ما تحدثت عنها سابقا هي الفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت. كمثال على السيجمنتيشن موجود عندنا في هذا الرسم. حاليا بالنسبه للسيجمنتيشن هاردوير اللي هو ايضا مثل ما ذكرنا هو في التطوير بسيط على عمليه الميموري مانجمنت يونت اللي تحدثنا عنها في المحاضرات السابقه. ايضا المعالج راح ينطينا لوجيكال ادرس. اللوجيكال ادرس هنا راح يتم تقسيمه الى قطعتين اللي هي الاس والدي. الاس اللي هو سيجمنت نمبر والدي اللي هو الديسبليسمنت. فالسيجمنت نمبر راح تذهب الى السيجمنت تيبل لكي تقوم ب يعني هذا عباره عن رقم معين راح ياخذنا الى مكان هذه السيجمنت او العنوان الخاص بها اللي موجود في السيجمنت تيبل. في داخل هذا المكان راح نجد الليمت والبيس.
الليمت هنا نستخدمه للميموري بروتكشن مثل ما ذكرنا. هل ان الديسبيسمنت الذي نبحث عنه هو اصغر من الليمت؟ اذا كان نعم تمام، اذا كان لا راح يصير عندنا ايضا تراب ادريسنج ايرور. هل انه البيانات التي نقوم بالبحث عنها في داخل هذه السيجمنت هي موجوده من ضمن هذه السيجمنت، موجوده من ضمن الليمت الخاصه بهذه السيجمنت؟ اذا كانت نعم نستمر، واذا كانت لا راح يسبب لنا فتح خطا في العنوانه. اذا كانت نعم راح نقوم ايضا بجمع هذا البيس ريجستر الموجود في السيجمنت تيبل، نقوم بجمع هذا المقدار مع القيمه التي جاءت لدينا من هذا الديسبيسمنت لكي نحصل على الفيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس اللي راح يذهب الى الفيزيكال ميموري مثل ما ذكرنا سابقا، لانه الفيزيكال ميموري او المين ميموري هي ترى فقط الفيزيكال ادرس. فهذا البلوك يعني الكبير هو عباره عن ميموري مانجمنت يونت، ولكنه يعمل بنظام السيجمنتيشن. وظيفته الرئيسيه هو فقط تحويل اللوجيكال ادرس القادم من المعالج الى فيزيكال ادرس يذهب الى الذاكره باستخدام يعني تقنيه السيجمنتيشن. التقنيه الاخرى اللي مستخدمه في نظم التشغيل هي تسمى البيجنج، اللي هنا فرقها الرئيسي عن السيجمنتيشن انه هي تقوم بتقسيم الذاكره الى قطع متساويه الحجم وليست قطع مختلفه الحجم مثل ما كان موجود في السيجمنتيشن. هذه ان شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضره القادمه، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.